احنا ما نستوردوش اللحم من فرنسا يعني بدرجه اولى، وما تم ترويجه في الايام الاخيره لا علاقه له بالواقع. نحن ما نستوردوش كميه كبيره من اللحوم، كميه قليله وقليله جدا يجيبها المستوردين من بلدان مختلفه. الاساس في اللحوم الحمراء ينتج هنا، وما نأكله هنا بقسط كبير كبير جدا هو منتوج وطني.